عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على تصريحات هشام المشيشي اللي قال استدعى التونسيين للتلقيح يوم العيد هو قرار شعبوي وإجرامي. قال أنا رامي في باليش. اجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء يوم الثلاثاء 20 جويلية 2021 مع إطارات وزارة الصحة، وأكد في كلمة له أنه اتخذ قرار إقالة وزير الصحة فوز المهدي بعد أن عاين سوء التسيير في قيادة هذه الوزارة التي تزخ بالكفاءات والمراجع العلمية والإدارية. وقال المشيشي: نبهت وزير الصحة في مراحل عديدة، أولى ضرورة استباق إمكانية نقص مادة الأكسجين، ولكن لم يتخذ أي قرار في المناسبة. ثم قدمت في مرحلة ثانية لأقوم باتخاذ قرار بنفسي. وتابع مؤكدا: قرار استدعى كل تونسي إلى تلقي التلقيح يوم عيد الأضحى قرار شعبوي يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة أنه فيه تهديد لصحة التونسيين والسلم الأهلي. هو قرار مسقط، ولم تتم إشارة إلى رئيس الحكومة ولا الولايات ولا القيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس الكورونا قبل اتخاذه. وأضاف القول: نحن نسعى لتلقيح كل التونسيين والتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم، ولكن يجب تنظيم هذه العملية وليس بهذه الطريقة الارتجالية. ما تفهموا شيء، والله العزيز لا تفهموا شيء. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقول لكم باي باي.